يا هلا فيكم في ترند. أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في تويتر عن تفعيل آلية إلكترونية لتحديد أماكن المخالطين وأماكن تواجدهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث سيتم من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة إطلاع الجميع على مواعيد وأماكن تواجد مخالطي الحالات القائمة بشكل محدث من أجل تعزيز حماية المواطنين والمقيمين. وشددت الصحة أنه يجب على كل من يجد معلومات بالموقع تفيد بتواجده أو تواجد أحد من أقربائه أو حتى معارفه بموقع تواجد أحد الحالات القائمة أو مخالطيها الاتصال فوراً بالرقم 444 واتباع التعليمات التي سوف تعطى له، والاطلاع أكثر على التفاصيل المنشورة عن المخالطين زيارة الموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. ما زلنا في أخبار الكورونا، ومع مجموعة من المقاطع المنتشرة في إسبانيا وإيطاليا لمجموعة من السكان قرروا أن يخرجون من شرفة شققهم واتفقوا على التصفيق لعدة دقائق كرسالة شكر وتقدير لموظفي المستشفيات والقطاعات الصحية لتضحياتهم في هذه الأوقات العصيبة. نتابع. علاقة حب مدى الحياة، بهذه العبارة وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة المؤثرة لأم تسمع نبضات قلب بنتها الوحيدة المتوفية ولكن في جسد فتاة أخرى، بعد أن قررت الأم التبرع بأعضاء بنتها اللي وفتها المنية وتبرعت بالقلب والكبد والكلية وأنقذت حياة فتاة أخرى بعد عملية زراعة ناجحة. رب ضارة نافعة، هذه المقولة تطبقت بالفعل مع المهاجر الصيني زوج يامينغ لاستعاد ذاكرته من عقب 30 سنة من فقدانها، وتداول خبره العديد من المواقع الإخبارية ويقولون أنه أثناء مشاهدته لتقرير إخباري عن تفشي فيروس كورونا في مدينته تذكر فجأة من أين أتى وتوجه مباشرة إلى الشرطة لطلب المساعدة، وبعد سماع قصته تمكنت السلطات من تعقب عائلته والعثور عليها. وبكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم على خير.